السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إيدر في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون بمثابة جواب على سؤال: ما هي المراجع المعتمدة لمراجعة علوم التربية؟ باختصار، المرجو الاطلاع على توصيفات. التوصيفات هي بمثابة توصيف لمباراة التعليم أو مباراة التعاقد. كيفاش غادي يكون بطبيعة الحال؟ يعني شنو هما الحوايج اللي مطلوبين منك، سواء في المعارف، سواء في الديداكتيك، سواء في علوم التربية. وداخلها توصيفات، فدائما الوزارة الوصية تحرص على وضع مجموعة من المراجع المهمة المعتمدة لديها لكي تراجع فيها بالنسبة لهذا الشق ديال علوم التربية. لكن السؤال المطروح على انه هذه التوصيفات دائما ما تتأخر، يعني ما كيبقاش الوقت عاد كيتلاحوا حتى كيقرب كونكور. لذلك حاول طالع على التوصيفات السابقه، وانا غنعطيك واحد ملخص ديال اهم المراجع اللي ممكن تراجعها بالنسبه لعلوم التربيه. بالنسبه للمراجع، كاين المعتمده لدى وزاره التربيه والتكوين والبحث العلمي، لانها من اصدارها ديالها والانتاج ديالها. عندنا الميثاق الوطني اللي هو سنه 1990 2000، عندنا الكتاب الابيض اللي هو سنه 2002، عندنا دليل الحياه المدرسيه كاين واحد ديال 2009، كاين واحد جديد خرج تقريبا في البدايات ديال 2021، عندنا القانون الاطار اللي خرج جديد، عندنا دليل الحياه قلنا دليل الحياه المدرسيه، عندنا الرؤيه الاستراتيجيه اللي هي ديال 2015 2030، حتى هو مهم جدا. طلعوا على هذه المراجع. الرؤيه الاستراتيجيه كانت عندي مع قصه، لانه تحط لي انايا في الشفوي. بالنسبة لهذه المراجع، فهي قلنا مراجع رسمية معتمدة من الوزارة الوصية، سواء لأنها من إنتاج ديالها أو الإصدار ديالها، أو من كاين إصدارات اللي هما ديال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كاين أيضا يعني كاين واحد المراجع اللي هما طبيعة الحال يعني من الخبراء المعتمدين لدى الوزارة. كنت كنذكر واحد الكتاب تقريبا ديال طرائق او تنويع طرائق التدريس في الفصل، كانت من انتاج منظمه الايسيسكو، فهو ايضا معتمد. كاين بزاف ديال المراجع بطبيعه الحال. كاين عاوتاني كيقول لك واش نقدر انا نراجع، كاين ملخصات من اساتذه الى اخر ذلك. هما يعني لديهم خبره ولديهم ما في المجال التربيه والتكوين ما يكفي من انهم ينتجوا بطبيعه الحال كتب ومراجع في علوم التربيه والتكوين، لكن غير معتمد بالنسبه للوزاره. لكن اذا كان في هذه المراجع يعني دائما كي انسيستي وكيذكر على انه محترم يعني توصيفات ديال وزاره التربيه والتعليم، يعني انه كي المحتويات ديالو هو اللي مطلوب بطبيعه الحال في مباراه التعليم، فلا باس انكم تراجعوا فيه اذا كان تلخيصات وملخصات الى اخره. اذا هذا الشيء اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون استفدتوا. الى عندكم شي سؤال حطوه في لي كومونتير، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا. مشاهده ممتعه، الى اللقاء، بالتوفيق. Damn.